وينضم معنا الآن شون فرنش، محلل أبحاث في إدارة الأصول في بيدكس ماركتس. بداية أهلا بك، ورأينا وأيضا رأيك فيما يتعلق بالبيانات السلبية والتي انعكست بشكل واضح على تحركات الأسعار اليوم بالنسبة للمؤشرات الصينية، بيانات التجارة التي سجلت أسوأ انكماش منذ عامين ونصف، كيف تقرأ هذه البيانات؟ شكرا على وجودي معكم في هذا البرنامج. نحن ننظر إلى ردة فعل بسبب الارتفاع في حالات كوفيد في الصين والتي أثرت على التداولات الصينية، ونرى بعض التراجع، ونشهد أن هذا ما يؤثر على المكاسب التي شهدناها في افتتاح الأسيوي. إذا بالنسبة للمدى القصير نرى أنه سيكون هناك تأثر بالأمر الجيد والإيجابي فيما يتعلق بالصين وفتحها للاقتصاد، ولكن بالأداء السلبي للأسواق. إذا أصبح هناك ردة فعل لليابان والصين. إذا نحن نتطلع إلى أن يكون هناك بعد الارتفاع في الأسعار في الصين وآسيا. نعم، سمعنا اليوم من الحكومة الصينية وتأكيدها لإعادة فتح جميع المدن وإلغاء جميع القيود، ردة الفعل بالنسبة للنشاط الاقتصادي وأيضا ثقة المستثمر، هل ستعود بسرعة للاقتصاد الصيني أم ستحتاج بعض الوقت لإعادة الثقة؟ سؤال ممتاز. طبعا مشاركو الأسواق يتطلعون إلى ذلك في الوقت الحالي بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي وأرقام التضخم في آسيا مرة